عليكم متتبعين، كتبحثوا لاباس عليكم مزيانين بخير، راكم واقيلا عرفتوني راني مرت ولد هادي موينة نعيمة البدوية، مرت ولد فاطمة. اليوم صبحت معنا خالتي نعيمة، راني كنصاوب لها الفطور قبل عليا وقبلوا علينا المشاهدين. مرحبا سي حميد، مرحبا والف مرحبا. طوع عليك الكلام في الدار. هادي راها قهوتنا، وهادي راني كنصاوب قهوة ديال خالتي نعيمة بلا سكر. الله يغفر ليها ويخليها لنا، مرت مسكينة بكري المتتبعين ودارتنا قهوة وطيبتنا البيض. هانتوما طريقة البيض ما كترونوش، هي كتخليه صحيح. وتبارك الله عليكم المشاهدين ديالنا، والهلا يخطيكم وصباحكم در ربح. دابا حنا غنفطروا ان شاء الله، هذا الفطير شاركناه معاكم. وتبارك الله عليكم اخوتي، والهلا يخطيكم والله يخليكم لينا، الله يخليكم لينا، كنشاركوا معاكم اللي كتب الله. صباح الخير المشاهدين، كيصبحتوا لاباس عليكم؟ كيبقيتوا شويه؟ صباحكم صباح الربح والورد والياسمين. ايوا حنا تنفطروا حنا والبدويه والرجله وسيدي منعم وبنتي وليداتها وكاملين صافي فرحانين. هذا الصباح صبحت على البدويه شحال من نسعه اللي تاهي، حنا تنفطروا الطلبه شاركنا معكم وصافي يا المشاهدين. بارك الله فيك، الله يكثر خيركم، الله يرحم الوالدين. تبارك الله على المتتبعين، كيصبحتوا لاباس عليكم؟ ودابا راه حنا عند ختي فاطينة مكبرة بينا وموجدة لنا الفطور، الله يقوي عليها الخير والله يخلي لها وليداتها. وتبارك الله عليكم أوليداتي، الله ينصركم، الله يرضى عليكم، الله ينقي طريقكم من الشوك، اللهم أنت تعالى يتكرم عليكم الله بالصحة والسلامة وطول العمر. هذا ما غنقول لكم أوليداتي. إيوا تبارك الله عليكم. إيوا البارح كنت جاية في الطريق لقيت هاد البقولة، راكم شفتوني قلعتها مع المشين، غا فصل المشين نايضة. دابا ان شاء الله غنديروها انا واختي. ايوا هانتوما غتابعونا عليها، اختي غادي كتعجبها البقوله وجبتها لها. كثر خيرك. ايوا حنا غنشوفو كي غتجينا هاد البقوله، راه حنا خايفين منها. ايوا يا انتوما يا المشاهد، البقوله جابتها لي البدويه من الطريق ان شاء الله ونعدلوها الغدا. هي مازالت كل الحمله والو مسكينه وانا بحالها بحال بحال. انا قلت لنا غير البقوله جاتنا، الله يكثر خيرها ويرحمنا الوالدين. هاد البقوله راه فيها الدواء يا خوتي، اللي لقى البقوله ياكلها راه غزاله للسكر ولا تجري الدم، تجري الدم وزوينه البقوله. هي انا ما كنبغيش اخوتي نشريها من السوق تنعيبها. انا اللي هذه ملي لقيتها نايضه على يدي وصلت للشيل نقيه تبارك الله. دابا غنضربوا لها غسله ونطيبوها مع الغدا ان شاء الله. والهلا يخطيكم المشاهدين، تابعونا عليها يا المشاهدين، تابعونا عليها غنغسلوها ونفركوها. تبارك الله عليكم وليداتي. دابا راه حنا حنا فرحانين بهاد الوقيقيله. ها اختي داكشي هي ماشي غير فرحانين، هاد النهار راه كبير والله الا راه حنا فرحانين. دي ديك الشكر هي البقوله. ايوا الله يخليكم ليا وليداتي، والهلا يخطيكم. بسم الله انا ما كنعرفش نقطع على هذا، سني نقطع قاتي على الخشبه. هنا المره هذه اللي حيت الله قضي 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 بالموجود. السلام نعيم، هاد الزلويج من دار ما ما ديال ها ما غنديتها لك. علاش ولدتي على الورنين؟ اه فين المصداري؟ انا كنبرك جهدي كله. خلي لي شي ما غاتبعوني على هاد الدقيقيله وعلى الغدا اللي غدير لنا اختي ان شاء الله. شاركوا معكم بقيتنا، راه فرحانه بينا هاد النهار. انا فرحانه درت هاد البقيله. لا دايره لي حاجه اخرى، البقوله غنديروها غشلاطه. الله يخليكم ليا وليداتي، والهلا يخطيكم. وتابعونا من سير هاد الدقيقيله، تابعونا نادا ملي تيكون عزيز عليك وخا تاكلي معاه غدا زيت ولا خبزيه تيجي حلو. اه الحدا ما بيناتهم شي ماكله بصح اسمع حي بازقو في القلب. الماكله كلشي تياكل اللي كتب له الله تعالى، ما دايما تناكلو شي على ناكلو هاد النهار، هي غالب الجلسه احسن من كلشي.
ايوا هنا خطيك اخواتي من هنا ربي يخليك. تتبعونا خياتي وليداتي، انا راني بديت شبين زيت بلدي. هاي هاي هادي 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 ندير هنايا صغر ها وليداتي وكامون وشوية السودانية ها انتوما بقوتنا غنشاركوها معاكم درناها في كوكو طابت دابا غنديرها هنا هاكا غنديرها هانتوما وليداتي هانتوما تابعونا يعني فوق البوطة دابا كنحرقها هادي راه الحريرة بنت اختي نسبت الحريرة للعشا باقي ما تغديناش وكنفكرو في العشا ها انت ما درتي البقوله اللي ديرها كلها دابا خصها المعلق ها انتما وليداتي دار الليمون ها هو عصرنا هنا الليمون ها انتما هادشي غزالة يا وليداتي صافي غندير هاد الحامض دابا طفل البوطة باش الحامض ما يتحرمش ويولي لنا مر صافي طفل البوطة دابا إوا يا وليداتي دبسها ما شجيتكم فيها ماشي شيتكم يا وليداتي فيها جات غزالة بالزيت البلدية والهلا يحوجكم يا وليداتي اختي مسكينة شحال دعات معايا قالت لي بقلتيها لي من داك من داك من داك التشيل ايوا صافي مول عين تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم والهلا يحطيكم ودابا حنا عند اختي وبنت اختي ورحنا فرحانين ومجدة مسكينة علينا الغداء وهذه هدى اخت مريم الشماليه تحيه لاله هدى راني فاش جيت لتطوان قلت لها ميتي راكي غير في كاس السيوخ وبيني وبينك غير واحد شويه هاتي نتلاقاو مسكينه وجات لعندي الله يجيها الخير ودابا غتشوفوها معنا ان شاء الله وهي معنا هدى تحيه ليها كبيره وكنطلب منكم هدى راه دريويشه ويتيمه اللهم تعالى يحببكم الله فيها الله يطبع عليها القلوب وراها عزيزه وغاليه وراها بحال بنيتي وراها مسكينه جات حطتها الطاكسي وكملت على رجليها الله يرضي عليها وتابعونا وليدات والله الا بالفرحه ما حسيتي جيت على رجلي والله ربي يخليك اخويا الله يجيك بخير السلام عليكم متتبعين نعيمه كيفما مزيانين بخير نتمنى الله كلشي يكون بخير والله الا نهار كبير هذا عملت لي مفاجاه ما نويتيليش تضوا والله ما نويت قسما بالله وبالفرحه ديالي والله ما نحسى بالفرحه تبارك الله عندي اختي هنايا في طوان وها تبارك الله وصابني غنضايب الحلال ان شاء الله يجي عندك ان شاء الله والله ان شاء الله يا ربي
مرحبا بكم. ربي يخليك اخويا ولا خطاك. هدى هدى الله عندها نور هدى. هدى ذلك انت تبارك الله على المتتبعين ديالنا العزاز. وهذه هي هدى وكنطلب منكم كنطلب منكم طلب عزيز وقفوا معاها وعاونوها مسكينه راه غيتيمه مسكينه هي امها واختها وقفوا معاها الله يرحم الوالدين بقاو صغيرين امي ما طاكات عليهم وخدمت وكافحت ودابا هما تيسكنوا غير هنا في سيطوان في كاس سيوخو تحيه لهم كبيره الله يعمرهم ويعمر الكريشه اللي تخبطوا فيها امين وهذا ولد عمتي احنا باقي مجموعين احنا وياه راجل توريه وهذه اختي فاطمه اللي مكبره بينا ونسيبتو ونسيبتو رحنا غا شي مشي ومشربكه رحنا غا بحال السكره شي داخل مشي كنت غنقول لكم كلموا منعم على رقمتي منعم كيصور المتتبعين غنقول لهم كلموا منعم ويا منعم اش غنقول لك درت العروق درت العروق راه حطيك امي داك جميل عالي اللي فوق من الدوالي يا ابو نعيم الهلالي يا صليت بلي غالي والله يا تسرب على مولاي راه حطيك امي يا ابو نعيم عزيز وغالي كنطلبكم تهزوا يدكم من عين راشد عيوة يا ربي هو وجميع المسلمين سهل له غير في دويره فين يسكن يا ربي يعطيه ربي دويرته ونتهنى منه ونطمئن عليه وترقد ودنك وترقد ودني راه ما عندوش دويره وراه حنا كنتقاتلوا كما ربي الحبيب يوصلوا داكشي اللي بغى اللهم تعالى هو وجميع المسلمين واللي ما عندوش سكنه الله يرزقها له رزقنا هي الامان بنادم هذاك هو اكبر الحياه وسمحوا لي وليداتي ادعوا لي مع منعم يدير واخا غادي كوزينه لا غيديرها ان شاء الله دير سبيك الماكله ولا لا هذه اللي جات على خاطر عقلنا كي قالت واحد المراه مهم وليداتي قالت شوف اختي مكبره بينا وراها مسكينه جينا على غفله ومجدنا لنا الغدا داكشي صيفطوا لنا في المدينه والله كبر خبزها هلا يحطيها علينا مفرحه بيا انا وبنتها الله يفرحها معانا لالا هدى الشماليه مرحبا بك هدى هاد الغدا كنت ما ناكلوه قال لك هدى قدوش ناكلو بلادي والله الا كنا نعيطوا لهدى وهاد الغدا راه في غير الناس اللي عزازين اللي عزازين وغالين هو اللي مجبرين على هاد الغدا الناس اللي عندها عزازين بزاف لا كبر بك السليفه هو اللي عندي هذا الغدا ويخلي لك سوريا يا ربي امين ودير جوله ام نعيمه ما تنساش هاد الشيء الهوا سهل الريحه سهل الريحه لانها كبيره وغاليه وقلب كبير الله يخليك ليا نعيمه راه كل واحد خير ديالو في دارو ام نعيمه عندنا عزيزه بزاف انا اختك موليداتي اختي نعيمه راه هي اللي ديالت لي من اي حاجه في الفرح ديالي دي ولادي في العرس العربي في العرس السريه هي اللي تكون واقفه لي الله يكثر خيرها الله يخفف عليها لا ما كانت هي واقفه معايا راني ما تقدر ندير حتى شي حاجه انت تشاور معاها في التليفون الكبيره والصغيره الله عليك موليداتي وانتم كتشوفوا فاطمه نعيهم انتم كتشوفوا فاطمه اخت البدويه راه فرحانه بيا انا وسوريه وراجلها وبنتي هدى والله يكبر بيها والله يخطيكم وتابعونا حنا غير كنشاركوا معاكم اللي كتب الله انتم هما اللي الخير واللي عنده شي الله يخليه لوليداتي وتبارك الله عليكم وشكرا اختي شكرا لاله فاطمه الله يكبر بيك 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 الله يحن عليكم ولدي ونعيمة السهل كثر ما الشهد هو ربي يخليك مرحبا بالعائلة اللي كاينة كاملة باش دايرة نقولوا لهم والدجاج دايرينها باللوز المتتبعين والدجاج غزالة تبارك الله نشوف كي دايرة هانتم 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 انتم هما اللي الخير وليداتي هانتم مديورة غير باللوز والدجاج داك الشيء غزال ولينا وليداتي انا منكم نعيمة ما غناكل شي منها بزاف وحط غير ما شهود النفس الحلاوة راكم عارفين ما قالت لك دارت لنا البيسير دارت لنا الفلان عرفتوا حنا كنقولوا الفلان
هما الشماليين تيقولوا في الان واقيلا غيولي بلان. وهذا هو الفلو كيف ما شفتوا هالطبق زوين تبارك الله دي يسير كيجي غزال والله يكبر بيكم والهلا حطيكم وحنا غير كنشاركوا معاكم الفرحه اللي دارت لنا اختي خيركم في داركم وانتم هما اللي الخير وليداتي هلا خطيكم الله يعطيها الخير الله يرحمها الله يخليكم الحبيبه الله يكبر خبزتها امين يا الله وليداتي دابا اختي دابا مسكينه العشيويه درتنا كويس داتاي درت براد حلو براد مسوس انا وياها غنشربوا المسوس والخير غنشربوا صحاب السكر صحاب السكر غنشربوا الحلو ايوا والهلا خطيكم وليداتي الله يوقف معاكم وحنا كنشاركوا معاكم وليداتي اللي درناها كنشاركوها معاكم وتابعونا الله يسمعكم الخير والهلا خطيكم السلام عليكم المشاهدين كيف بقيتوا لاباس عليكم ايوا تابعونا حنا جالسين دايرين كويزاتاي والبروده والملايات ايوا حنا مجموعين مع الحباب والعائله الله يجمعكم تسمع مع احبابكم وهادشي اللي كاين الله يرحم الوالدين تبارك الله على وليداتي تبارك الله على المتتبعين كيف بقيتوا لاباس عليكم الله يخليكم لينا وبكم رحنا زايده للقدام الله يخليكم لينا وليدات يوم العلم كبو كاسه ما تكبو انت هذا نخبي لكم هذا الله نقول لكم وليداتي دابا راكم شفتونا تغدينا شاكنا معكم الغداء ودابا الليل قالوا لنا نطيبوا قلنا لهم لا ديروا لنا الحريره ودابا داروا لنا الحريره اللي حدوره انتم داروا لنا الحريره خفيفه وما تكون بين يديكم وليداتي الله يخليكم ليا كنشاركوا معكم كل شيء ايوا عطيت تحيه للمتتبعين تحية للمتتبعين وتحية بزاف والله يخليكم لينا غني لهم ديك الغنية اللي كنتي كتغني على الحريرة في رمضان ما عمري غنيتيها حريرة حريرة وجاتكم الغيرة كنتي كتقوليها في عاشورة راني عاقل يعني ويلي كتحشمني قدام وليداتي ماشي حشومة انا تنهدي لك هذا العنقود الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير لا خطيك واخا ما غاتاكلي لا خاطرك الشيء واخا كتشوفي غير بعينيك ايوا ما تناخذوش على السكر وليداتي الله يخليكم لينا المتتبعين لينا وليداتي وبكم رحمة الساره وبكم كنشوفوا الخبار دابا راني عند خشي معززه مكرمه والله يخليكم ليا وتنتم معززين عندي مكرمين عندي الله يخليكم ليا وساعة نبروك وليداتي الله يفرقنا بلادنا والفيديو المقبل ان شاء الله والله يحلي كلامكم كما حلا هذا التمر امين ويفاجئها على اي واحد امين اللي عنده شي امه مريضه الله يقعد مسادها امين واللي مشي جو الله يقلب سراحه امين والله يسهل على ام سيدنا محمد جميعا الله يخليكم لينا وليداتي ويحفظكم سيدي ربي والسلام عليكم الله يخطيكم السلام عليكم وليدات السي ماجي انا بدوري سنه كنرحب بالمشاهدين ديال المنعمه الله يخطيك يا وليدي داخل الوطن وخارج الوطن بارك الله فيك اللي كيحبوها كامل راه مره طيبه وراه جيده وراه ديال قلب كبير الله يخليكم ليا وكنشكروا المسيبه ديالي بزاف على هاد الضيافه على هاد الاستقبال اللي دارتنا وعلى هاد الضيافه اللي دارتنا راس الحربه نقول لهم راس الحربه الفرحه هذه اللي فرحت بينا واحد الفرحه كبيره وهاد الشيء كله رحنا غادي نحطو لكم ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وتبارك الله على وليداتي وليله مسعيده وليله مبروكه والله يخليكم ليا وراكم عزاز في القلب وكنتمناو على المتتبعين كلهم امين وليداتي خارج الوطن وداخل الوطن اختكم فاطمه كانت ناعسه من الليل غاتشوف التحرير الا حكم الليل وجات وتبارك الله عليكم وليداتي راكم عزاز وغاليين شكرا شكرا لكم المتتبعين اللعيمه شكرا لكم بزاف الله يرحم الوالدين الله يكثر خيركم ربي يخليكم وليداتي وها انتم الطبيله ديالنا الحليوه الشباكيه اختي فكرتنا في رمضان والله الا فكرتنا هذه الليله في رمضان وتبارك الله عليكم وليداتي